السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. هذا هو شهر ذو الحجة، هل علينا ببركته؟ حيث يتسارع فيه المسلمون بمختلف أشكالهم وألوانهم وجنسياتهم للوقوف بين يدي الله طلبا للرحمة والغفران والتوبة، تاركين كل شيء يحبونه خلفهم لوجه الله سبحانه وتعالى، مرددين لبيك اللهم لبيك. خصصنا هذه الحلقة من برنامج الدانة للحديث عن حج المرأة وما يتعلق به من جوانب دينية واجتماعية وروحية، حيث ستشاهدون في حلقة هذا اليوم حج المرأة مع الرفقة المأمونة من أهم الأمور التي ستناقشها مع ضيفتنا شيخة المفتاح. للطاقة البشرية في الحج أسرار عظيمة نتعرف عليها مع الدكتورة حنان عبد الظاهر، وسنعود بحديثنا للماضي للتعرف على صوغة الحج، هذا التقليد الاجتماعي المحبب، مع السيدة سلمة النعيمي. أهلا وسهلا فيك أستاذة الشيخة في برنامجنا في الموسم الجديد، برنامجك أنت دانة من داناتنا، أهلا وسهلا فيك. حياك الله. الله يرضى عليك شيخة. إحنا طبعا مستعدين الحين للدخول على موسم الحج، وتعرفين أهمية هذا الموسم بالنسبة للنساء، يعني النساء وللرجال كافة كلنا. المرأة أكيد لها استعدادات خاصة، إيش استعداداتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. طبعا هو الاستعداد مثل ما قلت رجالا ونساء، يعني في أشياء مطلوبة من الاثنين، يعني مثلا التوبة هي مطلوبة من الاثنين. جميل. مثلا الاستعداد النفسي والروحي هي مطلوب من الاثنين، كتابة الوصية مطلوب من الاثنين، يعني لازم كتابة الوصية. كتابة الوصية لأن تدرين ما تدرين، سبحان الله، وحدة عليها دين وحدة عليها شيء، يعني تبري ذمته. صحيح. فهذه الوصية يعني كأنه أفضل، يعني الورثة مثلا ما يدرون عليه دين عند فلان ولا له دين، فيعني هي سواء عندها هي أو مثلا يعني لها أو عليها. جميل. فكتابة الوصية يعني مهم جدا قبل ما تروح، مثل ما قلنا الاستعداد النفسي والروحي، هني بتنتقل إلى حياة يعني أخرى مليانة من الروحانية والإشراق. طبعا تأخذ لها الملابس اللي تكفيها، تأخذ لها الأموال اللي ممكن تصدق، تدرين هناك يعني العمل مضاعف في مكة. صحيح. فكل ما تتصدق أكثر كل ما يعني تحصل يعني إن شاء الله أكثر. ما تنسى مثلا الحين عندنا ما شاء الله المسجات إن مثلا ممكن تزعلت مع حد أو حد زعل منها، فعلى الأقل اعتذار من الآخرين عن طريق المسج، يعني الآن مش لازم يقول والله أنا أخطأت في حقكم ولا تكلميت عليكم مثلا. صح. إنما أنا مرايحة من الحاج يعني، وبي الكل سامحني وقولوها يعني من قلبكم، ففرصة يعني الاعتذار من جميع الناس. مثل ما قلنا استعداد النفسي، تأخذ معك كتيبات إذا تحتاج هناك، قرآنها. على طار الكتيبات أستاذة الشيخة، في كتيبات معينة مثلا تنصحون فيها تكون موثقة توثيق جيد، ولا الكتيبات العادية المتوفرة هناك؟ يعني هم ما شاء الله في الحملات يعني يوزعونه، طبعا الحملات يعني كل حملة لا تخلو من مرشد معاهم خطوة خطوة وكل شيء يسوونه، لكن بعد تقول والله تبي تكون أعلم، يعني أتمنى يكون عندهم مثلا ليسن الحج مثل في ماليزيا. فهمني تروح مثل ما قلنا يعني من الأشياء بعد المهمة أن تحضر الدورات، تحضر الدورات اللي تعطي عن الحج بحيث تتفقه في الحج، تسأل عن اللي ما تعرفه، حتى لو سألت بعد بتيها أشياء ما تعرفها هناك، تعرفين خاصة اللي يحجون أول مرة، فمحتاجين الكتب، يعني كتب الفقه مليانة، والآن النت ما شاء الله يعني مليان، والآن الدورات اللي يعطونها كل يعطونها مشايخ موجودين في وزارة الأوقاف أو يعني داعيات موجودات، فيعني كلهم ثقة إن شاء الله. أستاذة شيخة أنت عندك خبرة طبعا في رحلات في حملات الحج، لأنك كنت مرشدة أعتقد مع الحملات، يعني قد طلعتي مرشدة مع الحملات. نعم. فعندك خبرة يمكن بالأجواء النساء في داخل هاي الرحلة المباركة. شنو أكثر شيء ممكن يكون صعب على المرأة لازم تتهيئ له قبل هاي الموسم، قبل ما تروح؟ إيش الصعوبات اللي تواجهها؟ يعني تحاول يعني تقاوم بعض العادات اللي مثلاً مو بزينة عندها، يعني مثلاً النوم، فرصة إن هني ما ضيع وقتي في النوم، مثلاً الذهاب للأسواق فرصة إن أنا يعني أمسك نفسي ما أروح مثلا للأسواق، وإذا أبي شيء أشتري من الدوحة قبل أروح، بحيث ما في يشغل ذهني شيء إلا الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وإنه يتقبل مني العمل ويتقبل مني هذه الطاعة. فيعني فرصة أن هناك مثل ما قلت لك يمكن هي كلها تخاف أنه ما يقبل منها، تحج غلط. صحيح. تسوي شيء غلط، أو حاجة من قبل تقول حجتي مو بصح
واخاف انه ما يصير صح. وين الاسلام يعني دين اليسر؟ يعني قد تؤدي منسك قبل منسك ويكون صحيح. يعني مثلا جمره العقبه لازم ترمى مثلا عقب طواف الافاضه، يعني بعد عرفات الافاضه. الان لا، ممكن انا اروح اطوف طواف الافاضه بعدين اي ارجم، مش لازم ارجم يعني قبل الطواف، عرفت شلون؟ فالامور مسهله وميسره، بس هم يعني خاصه يحبون يمشون على السنه. صحيح. صار على السنه دي ولا لا؟ نقول لهم كل شيء يعني الان، يعني في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم ما كان الجمع بهذا الكم الكثير. انا سمعت احدى النساء شيخه تقول انا ما تعبت في الحج، حاسه اني ما حجيت، لازم احج مره ثانيه عشان اتعب. تقول انا حسيت اني ما تعبت، يعني مثل ما قلت الحين الامور ميسره. نعم. فتقول انا ما حسيت اني انا تعبت، اخاف ما اخذ اجر. لا، هو على النيه، هو على النيه. في ناس مثلا ما راحوا الحج لكن الله كتب لهم كانهم راحوا، يعني مثل غزوه تبوك اللي ما جهدوا مع الحبيب، ما وجد شيء يحملهم عليه، يعني تولوا عينه تفيض بالدم، لكن حبيبنا قال ما قطعتم واديا ولا صرتم في طريقا الا كانوا معكم حبسهم العذر، هاي ما سوى ولا شيء. فهي وهو على نيته، يعني الاقبال على الله سبحانه وتعالى وطلب. طيب انت قلتي الحين كلمه بعد، قلتي انهم يعني يكونون حريصين فيهم حرص شديد على اتباع السنه. وانت تعرفين استاذه شيخه كثير من النساء تشغلهم فكره المحرم وكيف اسافر من غير محرم. في هذا بهذا الخصوص عملنا تقرير مع الدكتور سعيد البديوي يتكلم عن مساله سفر المراه بمحرم او في قضيه الرفقه المامونه. تابعي معاي ومعانا المشاهدين هذا التقرير ونرجع نكمل حوارنا. حج المراه بلا محرم. طبعا هذه المساله وقع فيها خلاف بين الفقهاء الاربعه. الخلاف قديم ولا زال الناس يختلفون فيها الى اليوم. والحقيقة أن الخلاف بين الفقهاء قوي جدا والأدلة فيه محتملة، ولذلك تباينت آراؤهم. فمثلا المالكية والشافعية يجوزون حج المرأة بلا محرم، والحنفية والحنابلة يمنعون حجها بلا محرم. طبعا الخلاف هو في حج الفرض، كما ذكرت المالكية والشافعية يجوزون ذلك ويحتجون بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والمرأة من الناس. الآخرون وهم الحنفية والحنابلة يقولون بأن في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما من رواية عدد من الصحابة، من رواية أبي هريرة ومن رواية ابن عمر ومن رواية ابن عباس ومن رواية أبي سعيد الخدري، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بلا محرم أو ليس معها حرمة. فرأوا أن المرأة ممنوعة من السفر، وأن هذا السفر يدخل فيه سفر الحج. ثم فسروا الاستطاعة بأن المرأة التي لا محرم معها ليست مستطيعة. هناك من الصحابيات عائشة لما ذكر لها قول أبي سعيد الخدري أنه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة أو لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، التفتت على عمرة وهي الراوية عنها، وهذا صحيح، حديث صحيح عن عائشة، وقالت ما كلهن يجدن محرما، أو ما كلهن لها محرم، يعني تقصد أن هذا خاص بالمرأة التي لها محرم، أما التي لها محرم فيجوز لها الحج بلا محرم. وقد حج أمهات المؤمنين، وقد بدأ البخاري بهذا حج النساء، بدأ بهذا الحديث، وهو أن أمهات المؤمنين استأذن عمر بن الخطاب في الحج فأذن لهن في آخر عمره، وحججنا مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، فهؤلاء عدد من الصحابة. إذن أمهات المؤمنين وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف كلهم جوزوا حج أمهات المؤمنين مع رفقة مأمونة وهي النساء، وهذا الذي يقوله الشافعية والمالكية، إذا أمنت المرأة وكانت مع رفقة من النساء جاز لها الحج. الشاهد من الكلام أننا في هذا العصر سهل يعني الحج وسهل الطريق، وهناك الحملات وهناك الأمن وهناك الترتيب الطيب والجيد، فإذا اضطرت المرأة جاز لها ذلك، بشرط أن تكون المرأة نفسها مأمونة وفي رفقة مأمونة، وأن لا تستعجل، ما تذهب في بداية الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. شيخ، يعني مسألة الرفقة المأمونة ومسألة سفر المرأة مع الرفقة المأمونة، هل فيها نصائح معينة تحبين تنصحين فيها أو توجيهات معينة؟ نعم،
يعني مثل ما قلت لك سبحان الله، يعني الأمور كلها ميسرة. يعني أول يمكن لما كان المطلوب مطلوب أن المرأة مع محرم يمكن على أساس ما يأمنون الطريق يروحون في السيارات أو في الباصات أو على الدوام، لكن الآن يعني المرأة بتروح بالطيارة، يعني بودعونها أهلها في المطار، بتركب في الطيارة، هناك يستقبلونها ناس، بتكون مع مجموعة من النساء في الباص، مع مجموعة من النساء في الطيارة، في السكن مع النساء، فيعني بتكون مع النساء، بس هي لما تروح هناك يعني إن شاء الله تلقي لها الرفقة اللي فيك يقعدون معاها مثلا في الغرفة مجموعة وخلاص يتفقون مع بعضهم إنه يروحون ويا بعض، يعني بحيث إنه ينتظرون بعضهم لو في الحرم مثلا والله بنخلص مثلا الطواف أو السعي بنلتقي مثلا في المكان الفلاني، بحيث يتفقون يروحون مع بعض ويوم مع بعض. يعني هاي أفضل شيء. يعني ما في شيء يمنع المرأة الحين من أنها ما تحج، يعني حتى لو هي ما عندها محرم يعني لازم تشوف لها رفقة مأمونة وتحج. أنا يعني أشوف أنها حرام تحرم نفسها من هذا من جمال الحج. وتدري يعني هم العلماء حطوا المحرم يعني الاستطاعة، أن من ضمن شروط الاستطاعة أن المرأة يكون عندها محرم، لكن مثلا أحد الأئمة قال يعني يجوز أنها مع نساء ثقات، والجو يعني رائع مع النساء، يعني احنا مثلا في حملتنا ينويد نساء بدون محارم وما شاء الله يعني يستمتعون مع بعض وآمنين ومطمئنين ما عليهم، يعني كل اقول كله مع بعض، يعني في منى في المزدلفه يعني كله ويا بعض، كل مجموعه النساء يعني كلنا مكان خاص، فيعني ما فيه شيء ان شاء الله باذن طيب الله. طيب استاذه شيخه، كيف تاثر العبادات في الحج؟ كيف كلها تاثير فعلي على سلوكياتنا؟ هذه عيد آدم كنت يعني مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى، يعني رايحة أنا وناوية عملي لله، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، مو عشان يقولون كل سنة تروح العمرة أو تروح الحج، لا أنا ناوية عملي إن شاء الله لله، فكل ما أكون أنا مرتبطة بالله سبحانه وتعالى تخففت من الدنيا، نسيت الهموم العمل، نسيت شغلي، نسيت كل شيء وأقبلت على الله سبحانه وتعالى، طبعا هاي بيعطيني جانب من روحي كبير، بيعطيني قوة حتى في الطاعات والعبادات، تجدينهم ما شاء الله يقومون الليل يصلون طول الليل، القرآن ما يقع من يدهم، طول النهار قاعدين في المسجد، فتعرفين زاد روحي يعني فعلا الحج. فإن شاء الله بس يعني إن الواحد يستمر، يعني هو رايح إنه يرجع كيان ولدته أمه، يعني إن شاء الله بإذن الله، وإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فأتمنى إن شاء الله إن هذه الطاقة اللي عندهم إن شاء الله تأثر في سلوكهم وتأثر في تعاملهم حتى مع الآخرين. لابد أن يحدث تغيير صح؟ يعني إيه المفروض أنه يحدث تغيير في التصرفات يعني إذا ناوي الواحد جاي وبيرجع لمكان عليه ما في فايدة، أنا جاي إن أنا أبتدي صفحة جديدة وحياة جديدة بعد ما أرجع من الحج إن شاء الله بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل. يعني كيف الإنسان يشعر بأن عمله قبل في هذا الجانب؟ عاد هاي عند الله سبحانه وتعالى صحيح، لكن هو يخلص يعني أحيانا في مؤشرات، يعني أحيانا في مؤشرات، مثلا سمعنا أن ممكن يشعر الإنسان أن عمله قبل إذا تغير فعلا سلوكه، تغير سلوكه وأنه طاعة يعقبها طاعة، يعني عرفت شلون طاعة وراها طاعة طاعة وراها طاعة، فمعناته أنه توفيق الله سبحانه وتعالى أن أدى طاعة فبعدها على طول مباشرة طاعة ثانية، يكون هو يشعر بالرضا، يشعر بالراحة بالسكينة بالانشراح. صحيح. يعني شيخة بالنسبة حق أوقات الراحة، يعني أكيد في أوقات راحة في المدة هذه، كيف تقضيها المرأة؟ وتدري يعني مكة سبحانه خاصة في منى، يعني وأول ما يروحون بعد مكة قبل ما نروح منى، يعني كل قاعدين في السكن الأكل وشرب أو نوم، فهي تستغل الفرص هذه في الوقت الراحة دي، تخلو مع نفسها، تخلو مع القرآن، تخلو مع الذكر، تخلو مع الطاعات، تروح المسجد وما شاء الله يعني ما يسوون يعني النساء يعني يختمون ما شاء الله كم من مرة القرآن، تلقينهم ماسكين القرآن في يدهم ويستمعون، بعدين المحاضرات ما شاء الله مستمرة، وتأخذ الكفاية من النوم يعني لأن وراها بعدين بيكون صحيح. يعني الحاج والطواف خاصة يعني من يوم عرفات، يعني الصبح من الصبح نروح عرفات بعدين لين الليل بعدين المزدلفة بعدين الطواف، يعني في يومين متصلين لين يوم العيد، فيعني محتاجة أن هي تأخذ كفايتها من النوم صحيح. يعني ما يمنع، لكن مثل ما قلنا يعني نحرص تقليل من الأشياء هذه لأن الأجر مضاعف، فأنا أستفيد من الليل وفي قيام الليل وخاصة في بقعة مباركة والحسنات تضاعف، ويعني صحيح. والصلاة في المسجد يعني عن 1000 صلاة، يعني فارق صحيح يعني فارق. شيخة أيضا المرأة اللي حين ما راح تروح الحج بعد في هذه في أيام مباركة، يعني ايش تنصحينها بعد يعني هي موجودة هي. يعني وهي موجودة هاي مسميتك عند موضوع اللي هو الفرصة الذهبية، فعلا أنا ما رحت هناك لكن هذه الأيام مباركة، الحسن هي أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، تضاعف فيها الحسنات، أستفيد منها مثلا صيام العشرة من ذي الحجة كفارة،
إطعام الطعام، يعني صيام يوم عرفة إذا تبغي، صوم يوم التروية، أعمل الخير في الأيام هذه لأن فيها يضاعف الأجر. صح. فلو أنا ما رحت هناك أدي فريضة الحج لكني أنا في قطر ممكن أعمل أعمال كثيرة، يعني مثلا الحاج ما يقدر يصوم عرفة لكن هي بتصوم يوم عرفة، ففرصة عندها. يعني الحاج ما يقدر يصوم يوم أيام من الحجة، ممكن يصوم الأيام الأولية لكن بداية الحج ممكن ما يقدر يصوم، لكن هي عندها تصوم الأيام العشرة. أستاذة شيخة مدير مشروع فرحة وطاعة، شكرا لك على تواجدك معنا. وأنا بعد أشكركم وجزاكم الله خير على تحت الفرصة، وإن شاء الله موفقين دائما في برنامجكم الدائم. أهلا وسهلا فيك. أحب أرحب تواصلكم ومشاركتكم من خلال العناوين الظاهرة، سواء من خلال الإيميل والفيسبوك وتويتر من خلال هاشتاغ برنامج الدانا. فاصل وسنعود لنكمل معكم فقرات حلقتنا اليوم، ابقوا معنا. رجعنا لكم من جديد. أفضل طريقة لإعادة برمجة النفس البشرية هي رحلة الحج، لأنها تمنح المؤمن طاقة نفسية كبيرة، ولهذه الطاقة أسرار عظيمة راح نتعرف عليها مع ضيفتنا الدكتورة حنان عبد الظاهر. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا بحضرتك، حيك على برنامجك الحلو. الله يخليك، شكرا جزيلا. دكتورة، عبادة الحج طبعا من أعظم العبادات، طبعا لها تأثير على طاقة الإنسان وقدراته. أكيد، هو حاجة بشكل عام العبادات كلها بتأثر على طاقة الإنسان وعلى صحته، بتعمل تحسين في الصحة النفسية والجسدية والعقلية. الحج بشكل خاص بيتضمن مجموعة من العبادات، يعني فيه الصلاة، فيه الإحرام، إحرام طبعا من مكان معين وفي زمان معين، في إن إحنا بنلتزم بملابس محددة، في أمور بنمتنع عنها. بيعلم الإنسان الالتزام، والالتزام في حد ذاته هو أساس من أسس النجاح، الالتزام والصبر. نيجي بعد كده إن في أماكن ربنا خصها سبحانه وتعالى بطاقة عالية، بنسميها طاقة إيجابية عالية أو بتعبير آخر البركة. تلاحظ حضرتك عند الكعبة سبحانه، دي أقوى نقطة طاقة في العالم ده بناء على أحدث الاكتشافات العلمية. العلماء اكتشفوا إن في طاقة أو إشعاع خارج من الكعبة، طبعا وكالة ناسا هي اللي اكتشفت الموضوع دوت، لما تابعوا الشعاع اللي موجود في السماء لقوا انه بيخرج بالضبط من الكعبة، ولكن المعلومات دي تم اخفائها بدرجة ما. الكعبة اقوى نقطة طاقة في العالم وبتقع في مركز اليابسة، في نفس الوقت هي بتقابل بيت الله المعمور فوق في السماء، اللي بيدخلوا حوالي 70,000 ملك تقريبا في اليوم وما بيرجعوش تاني. الكعبة نفسها مبنية على احجار يقال أنها منشورية، يعني شكل منشور أو الشكل الهرمي، وده أقوى أشكال تعطي طاقة. في نفس الوقت لونها أخضر، واللون الأخضر معروف برضك أنه هو طاقته عالية جدا. صحيح. فسبحان الله الواحد بيقف قصاد الكعبة بيحس أنه هو قصاد كائن حي. طبعا إحنا كمسلمين ما بنعبدش الكعبة، ولكن بنعبد رب الكعبة والتزاما بأمر الله تعالى. الدوران نفسه بيولد طاقة في الإنسان، يعني ببدأ أحس أن أنا حالتي النفسية بتتحسن، بحس بطاقة في جسمي، القدرات العقلية كمان بتتحسن. ده بشكل عام الطواف حوالين الكعبة. فإذا عندنا مجموعة من المناسك بتزود طاقة الإنسان، بتحسن حالته الصحية، بتزيد قدرته على الالتزام، على الصبر، التعاون نفسه مع الحجاج مع بعضهم البعض بيولد نوع من المشاعر النفسية الجميلة. فوق ده كله طبعا الطاقة الروحانية اللي بناخدها من ربنا سبحانه وتعالى يوميا، بنستلمها فيه هنا بنسميها الشاكرا التاجية، بتستقبل طاقة يوميا من السماء من عند الله تعالى. طبعا دي بتحسن قدراتنا وبتساعدنا على ان احنا نحس بسعادة اكتر وراحة نفسية اكبر. دكتورة، حتى التفريغ، يعني مثلا الدعاء، تفريغ يعني التفريغ، الدعاء يعني في الدعاء في الطواف تتم عملية الدعاء. صحيح صحيح. وربما يمكن الطواف بعد الانسان يقول كل اللي في خاطره، يعني لانه هو يعني مش صلاة، هي مش صلاة، فتقولين كل اللي خاطرك بأي أسلوب. صحيح. أعتقد أن هذا يمكن بعد يأثر. أكيد يأثر. هو حضرتك الحركة الدورانية نفسها بتدي طاقة، زي ما سيدتك تفضلتي الدعاء. إحنا عندنا في العلاج النفسي نقول التنفيس الإنفعالي 50% من العلاج، يعني أنا أقعد مع دكتورة وأشرح لها مشاكلي
حصل 50% من التحسن. فاحنا مع ربنا اللي هو رب كل الدكاترة ورب الكون كله، بنفرغ او بنفضفض زي ما بنقول الطاقات السلبية اللي عندنا او بنحكي همومنا، مع طبعا الذكر لله تعالى، تلاوة القرآن الكريم، كل حاجة منهم لها طاقة عالية. الحركة الدكتورة من اليسار إلى اليمين، أيوة، هذه لها تأثير ولا؟ هي أكيد الحركة الدورانية، وبعدين أنت بتدوري حوالين مكان فيه طاقة عالية جدا سبحان الله، فبتخرجي من الطواف حاسة أن أنت تحسنت، تغيرت، أكن الواحد فعلا اتغسل كله، يعني روحه اتغسلت. في حاجة اسمها الميديتيشن أو التأمل، أن أنا لما أقول مثلا سبحان الله الحمد لله، الناس عادة بتقولها أوتوماتيك يعني بدون تفكير، لكن لما أنا بقول سبحان الله أتأمل في جمال هذا الكون وفي الدقة والبراعة اللي فيه، لما أقول الحمد لله وتأمل كل نعم الله تعالى عليا، الله أكبر، لما أقول الله أكبر وأحس بمعناه الله أكبر من كل همومنا ومن كل مشاكلنا ومن كل تحديات الحياة، كل دي لو أنا عشتها بكل قوة وكل دقة نفسيتي بتتحسن كتير. صحيح، هو يعني الإنسان الظاهر لازم بعد يهيئ نفسه، لأن اللفظة لما تخرج منها تكون لفظة يعني محسوسة، يتدبر فيها. صحيح. يتأملها، وبكده يكون الفايدة كبير. دكتورة، الدراسات الأخيرة تكلمت كثير عن مواطن معجزة مثل ما حضرتك قلتي، يعني الدراسات أثبتت مثلا أن في إشعاع بيظهر من الكعبة، اكتشافات كثيرة حوالين الإعجاز في مواطن محددة في الكعبة وفي الحرم. أيوة. احنا بهذا الخصوص قمنا بتقرير عن الإعجاز العلمي مع السيد عايش القحطاني، تابعي معنا والمشاهدين هذا التقرير ونرجع نكمل حوارنا إن شاء الله. إذا أردنا أن نتحدث عن الإعجاز في الكعبة نفسها، نبدأ أولاً بمكان الكعبة. فالكعبة هي مركزية الأرض أو نقطة المركزية في الأرض، فإذا أردنا أن نقيس من الجهات الأربع نجد السنتر أو المركز هو الكعبة المشرفة، والكعبة هي أول ما خرج من الأرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كانت الكعبة على الماء ثم دحيت الأرض من حولها، يعني أول ما طلع، لأن السماء والأرض كانتا رتقاً، ففي أول انفصال كما جاء في الدراسات العلمية أول ما ظهر من تحت الماء الكعبة المشرفة. وخط العرض أصلاً من الخطأ أنه كما وضع يمر بخط غرينتش، المفروض أن يمر بالكعبة، فهي المركزية وهي وسط الأرض. كذلك الكعبة هي مركز الجاذبية في الكرة الأرضية، أقوى جاذبية في الكرة الأرضية تتركز في الكعبة لأنها مركز الجاذبية. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الطواف. فالكون أو المجرة أو ما كان أكبر أو أصغر أو أدق، يعني من أصغر الخصائص إلى أكبر الوحدات في هذا الكون أو في المجرة، كلها تدور عكس عقارب الساعة. الإلكترون يدور حول نفسه ثم يدور حول النواة، كذلك الذرة، حتى في جسد الإنسان كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء، الدورة الدموية الصغرى، الدورة الدموية الكبرى، الحيوان المنوي في تلقيح البويضة، كل شيء في الإنسان، الدم في الجسد، كله يسير عكس عقارب الساعة. حتى في الملاعب الرياضية في مكان الجري اللي يسمى التراك، نجد اللاعبين يجرون عكس عقارب الساعة، لأن هذا يزيد من سرعتهم ولا يعرضهم إلى السكتة أو الجلطة أو غيره، لأنه يسير في توافق مع دوران الدم في الجسد ومع دوران الكرة الأرضية ومع دوران كل شيء في الأرض. فالإنسان عندما يطوف حول الكعبة يكون في تناغم تام مع كل شيء في هذا الكون. أخيراً ننتقل إلى الإعجاز في الحجر الأسود. الحجر الأسود طبعاً يبدأ الطواف من عنده وينتهي عنده، فالناس تسلم أو تأخذه وتقبله. والإعجاز هنا، وجدوا في الدراسات أن الحجر الأسود فيه إشعاعات في كل الاتجاهات، والإشعاع الواحد يخترق 10,000 شخص، يعني مترصين خلف بعض، يتمكن من اختراقهم جميعا وينفذ منهم. فهذا
جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الحجر الأسود حجر من الجنة وكان أبيض كاللبن فسودته خطايا بني آدم، وقال صلى الله عليه وسلم يأتي الحجر الأسود يوم القيامة وله عينان تنظران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يشهد لمن أخذه بحقه. والشاهد هنا من أخذه يعني من اخترق هذا الشعاع، يعني كل من طاف به ومر به يشهد له. وكذلك دليل آخر يعني على قول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود حجر من الجنة، في قصة لعالم بريطاني اسمه ريتشارد ديبترون، وهذا العالم أراد أن يسرق جزءا من هذا الحجر الأسود ليثبت بأنه حجر عادي من الأرض. تمكن من قطع جزء بسيط من الحجر الأسود قبل أن يغلف ويحمل الحجر الأسود في هذه الأيام، وأدخله في المعامل الجيولوجية، فكانت الصاعقة والصدمة له ولغيره من العلماء هناك بأنهم وجدوا أن هذا الحجر ليس من الأرض ولا فيه خصائص الأحجار الموجودة على الأرض، قالوا هذا حجر من السماء. إذن هناك إعجاز كبير في الحجر الأسود في الطواف حول الكعبة في موقع الكعبة نفسه، كلها تدل أن هذا البيت هو بيت الله في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سأله وكما قال لأصحابه أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هذا بيت الله في الأرض. أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه البيت المعمور الموازي لهذا البيت في السماء، يطوف عليه كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه أبدا، فأنتم تطوفون في حياز هذا البيت يعني موازاة له، فالإنسان يخشع ويطمئن. وهناك الصلاة 100,000 صلاة، الإنفاق 100,000، الأعمال كلها 100,000، اليوم 100,000 يوم، فنحرص على زيارة بيت الله. الله سبحانه وتعالى قال وعزتي وجلالي للكعبة لأجعل الناس تحن إليك كما تحن الحمامة إلى فراخها. فنرى الذي يذهب إلى الحج أول مرة أو إلى العمرة ويرى البيت يبكي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال تعالى أعددت لعماري وزوار بيتي 120 رحمة، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين، فيبقى حنين الإنسان إلى بيت الله ما بقي على هذه الأرض. دكتورة حنان، طاقة الإنسان في أثناء أداء الصلوات في الحج، هل هي طاقة مختلفة ولا نفس الطاقة في أثناء أداء صلاته في الحياة العادية؟ خلينا نقول حضرتك أن كل عبادة بتدي طاقة من نوع معين. الصلاة أنا بقف أمام أقوى نقطة طاقة في العالم في أي مكان، أنا في بلدي هنا في قطر، وبعدين بقول الله أكبر، إيدي بتقول الله أكبر أو متجهة ناحية الكعبة، فبتاخد طاقة عالية هنا في بسميها شاكرا أو مركز طاقة، وبعدين بمشي وأنا نازلة عشان أضع يدي هنا أو عند الصدر، بعمل حاجة اسمها براشينج أو زي تدليك لخط اسمه الميريديان أو خط طاقة رئيسي، فبنعمل له زي إنعاش، بنحط هنا هو بنحتفظ بطاقتنا، بيحصل زي سيركوليشن دوران. بعد كده بنزل تحت بسجد على عدة نقاط طاقة، هنا واحدة، هنا اثنين، هنا عند الركبتين اثنين، وتحت بنفتح الأصابع وننزل، فبيحصل إن إحنا بنفرغ الطاقات الضارة اللي إحنا خدناها من الكون حوالينا. طبعاً تعرفي إشاعات بتيجي من السماء، في التلوث إلى آخره، وبعدين بنكتسب طاقة إيجابية عالية من السجود. بس بنيجي وإحنا واقفين بنذكر الله تعالى، بنقرأ الفاتحة طبعاً، صح ان احنا نتدبر يعني ونركز على المعنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لو تدبرنا اللي هو بنسميه التأمل او التفكر، هنخرج من الصلاة يعني اكننا بنتولد من جديد. فدي الصلاة. تخيلي بقى حضرتك نجمع الصلاة بطاقتها العالية، القرآن الكريم طاقة إيجابية عالية جدا، يعني العلماء وجدوا ان لفظ الجلالة الله فيه اكتر من 50 نوع من ذبذبات الطاقة. تخيل سبحان الله احنا بنقرأ القرآن الكريم كم مرة بنقول لفظ الجلال. طيب معنا الصلاة، وبعدين هنقول ان في اماكن فيها طاقة عالية زي ما قلنا من شوية عند الكعبة الشريفة،
السجود المكان دوت مكان فيه طاقة إيجابية عالية. عندك الزمان في أزمنة ربنا خصها بالبركة زي ليلة القدر، وعندنا يوم عرفة. فإذا نجمع بقى الصلاة مع الحج بكل مناسكه وكل تلاوة القرآن الكريم إلى آخر العبادات اللي احنا بنعملها داخل الحج، يبقى أصبح الواحد بياخد طاقة إيجابية جميلة جدا هتساعده بقى أن يستمر بقية حياته بصحة وبسعادة. وبالنسبة لماء زمزم دكتورة، ما لها خصوصية؟ ماء زمزم العلماء اكتشفوا أن لها خصائص بتختلف عن جميع المياه الأخرى المعدنية، بحيث أن هي فيها طاقة إن شاء الله طاقة شفاء. ولما نجمع على خصائص ماء زمزم الدعاء والنية، علماء دلوقتي علماء الطاقة بيكتشفوا أن في حاجة اسمها النية، أو بيتكلموا عنها بإسهاب في الأبحاث الحديثة، أن النية مجرد أنك تنوي أنا هنوي أن اليوم ده جميل، أنا هنوي أن أنا هنجح في هذا المشروع، هنوي أن أربي ولادي أحسن تربية، هنوي أن أنا أشرب ماء زمزم بنية الشفاء، سبحان الله بيحصل. وأفتكر في قصص كتيرة وردت عن نساء ورجال كانوا عندهم أمراض الله يعافينا وإياكم، أمراض خطيرة. منهم أتذكر سيدة عربية كان عندها السرطان يكفيكم الشر، وكل الأطباء في فرنسا قالوا لها أن ما يقوس من حالتها. فراحت هي وزوجها يعني مكة المكرمة واعتكفت في المسجد ليل ونهار، معتكفة بتصلي بتقرأ القرآن الكريم بتشرب من ماء زمزم بنية الشفاء. لاحظت خلال أسبوع أن صحتها بتتحسن بطريقة مش طبيعية، مش مصدقة. مر أسبوعين رجعت لفرنسا، الدكاترة بيشوفوا لها ما عندهاش حاجة، فشكوا أن الفحوصات فيها خطأ. أعادوا الفحوصات مرة واثنين والتصوير، لقوا أن فعلا السيدة شفيت تماما بقدرة الله تعالى، بس بقوا مذهولين. دي من القصص الجميلة اللي بتدي أمل. حجم الإيمان بهذه الأشياء يعني الإيمان واقتناعي فيها يأثر طبعاً في فعاليتها طبعاً. يعني احنا المثل العامي بيقول لك اعتقد في الحجر يشفيك، هو مش الحجر اللي بيشفي، الاعتقاد. العلماء وجدوا ان في امراض مستعصيه، منهم دكتور ديباك شوبرا ده من العلماء المشهورين، لان في ناس بيشفوا لما ياكلوا العنب او لما يصلوا او لما يمارسوا رياضه معينه، يمارسوا المديتيشن التامل. في يعني اسباب مختلفه ادت للشفاء. طبعا احنا كمسلمين عارفين ان الشافي هو الله تعالى. طب ايه بس في سبب، في سبب احيانا الميديسن حبات دواء بناخدها، في اعشاب، في ايه السبب؟ لا، ورا كل ده الاعتقاد. بياخد شيء وانا معتقد 100% انه هيشفى باذن الله تعالى بيشفى. تدرين دكتوره حنان، يعني حتى مساله الاعتقاد هذه مش جديده علينا احنا كمسلمين. صحيح. الله سبحانه وتعالى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان يعني انا الظن بالله. صحيح. يعني انا عند ظن عبدي بي. أيوة. فليظن عبدي ما شاء. صحيح. وهو ايش الظن؟ صحيح. والاعتقاد. الظن نية بقى. ما هو الاعتقاد ان هل الله بيجيب يعني بيجيب مثلا تساؤلي او لا. صحيح. فهذا الاعتقاد اصلا. صحيح. موجود عندنا اصل من اصول حياتنا. ده صحيح. ده صحيح. مجرد ان انا بنوي شيء او بظن وبعتقد بقوه هيشفيني. وفي قصه لطيفه وردت في الموضوع دوت، ان شاب كان ماسك حجره ودخل امتحان نجح، فتفائل بهذه الحجره الصخره دي او قطعه الحجر، فبدا ياخدها معاه في كل مكان، فيلاحظ ان ايه بيحصل خير، يعني انترفيو مثلا في شغل بيقبلوه. في يوم هو ماشي مع صديقه الحجره دي وقعت، فوطى جابها بسرعه ونظفها وحطها، قال له انت بتعمل ايه؟ قال له دي الحجره بتاعه الحظ. الاخ دوت سافر افريقيا بلده، وفي يوم ابنه كان مريض جدا، فبعت لصاحبه قال له بليز بسرعه ابعت لي الحجره ديت عشان ابني تعبان. فبعتها له الولد شوفي، وبعدين بداوا يعملوها تجاره، هات لي بقى احجار ونبيع ونكسب. السؤال دلوقتي، هل الحجره هي اللي شافت الولد؟ لا، اعتقاد الاب، اعتقاد الاب والام ياثروا جدا على الولد. فاعتقادهم ان هذه الحجره هتشفي ابنهم شوفي. وهو قدرات الشفاء ربنا اودعها فينا. انت لو جبتي انسان مريض وسبتيه بس ريحتيه ويعني حطيه في بيئه جميله، في زرع وفي موسيقى هاديه وكده، وهتبص تلاقي سبحان الله بيشفي، مش محتاج ده. سبحان الله. دكتوره يعني موضوع فين. حضرتك الحين كلمتينا عن استثمار الزمان والمكان في موسم الحج لاكتساب الطاقه اللي تفيد الانسان في حياته كلها. هذا نفس الاستثمار هذا ما يصلح ان يحدث في الناس اللي ما حجوا في مكانهم؟ يعني ما اقدر انا بعد استثمر استثمار مشابه لطاقتي؟ اكيد
أكيد أكيد حضرتك عارفة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن العشرة الأوائل من ذي الحجة ليهم مميزات عن بقية الأيام، إن فيها طبعاً إحنا عارف حضرتك بنشارك بقى بالصيام، بنشارك بإكثار من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم، فإن شاء الله نقترب من ثواب الحج. لكن يعني هل لها نفس التأثير ولا هي تختلف شوية؟ ولا يعني هناك الوضع مختلف؟ هو طبعاً كثواب الله تعالى أعلم به، لكن كطاقة إحنا قلنا إن عند الكعبة مباشرة أنت بتبصي للكعبة بتحسي بذهول، يعني زي ما يكون في كائن حي قصادك سبحان الخلاق العظيم. طبعاً هي أحجار صحيح. لكن بيت الله تعالى فخصها عن كل الأماكن بطاقة إيجابية عالية. أكيد اللي عند الكعبة هياخد فايدة أكتر أكيد صحيح. كل أجمع دكتورة، كل اللي راحوا هناك أجمعوا أن في راحة نفسية وشعور غير عادي. ده صحيح. إيش مصدر هذا؟ المصدر أنا أتصور اعتقادي أولاً أن ده بيت الله الحرام. نمرة اثنين أني أنا رايحة لله تعالى بتجرد، يعني أنا مش رايحة في مكان مثلاً في شلالات مية والزرع، لا ده مكان مكة المكرمة حر ومكان كان صحراء صح. فأنا رايحة يعني بتكبد مشقة في سبيل الله، فمجرد هذا ربنا سبحانه وتعالى أكيد بينزل على قلب السكينة والرحمة. مع تواجدي في هذا المكان الرائع باخد الطاقات الإيجابية. صحيح دكتورة، فعلا الواحد لازم يركز على هذه الأشياء صحيح. ويفكر فيها قبل حتى ما يبدأ صحيح. الموسم. بالنسبة للوقوف في عرفات دكتورة أيوة. أعتقد بعد لها خصوصية يعني. عرفة أتصور برضك من مكان الأماكن الطاهرة المقدسة اللي هي فيها تتميز بطاقات إيجابية عالية، وبعدين أنت بتقفي الشمس الدنيا حر طبعا متجردة لله تعالى فقط، يعني حتى أن الله تعالى يباهي ملائكته بأن قد إيه كم غفير من المسلمين، ملايين ملايين رايحين، بس لا رايحين لفلوس ولا لأي مكسب دنيوي، فقط لله تعالى، ويتحملوا مشقة البعد عن بلدهم وأهليهم والحرارة وكل دوت في سبيل الله تعالى صحيح. فمع روح التعاون والإخاء يعني تلاقي الكل لابسين نفس الملابس، تقليب الملابس بسيطة، الملك جنب أبسط وأضعف إنسان، كل يد واحدة، كل بيهتف نداء واحد لبيك اللهم لبيك، فده كله بيدي طاقة روحانية وطاقة نفسية عالية جدا دكتورة، زي يكون بنشحن بطارية. صحيح دكتورة، احنا سعيدين جدا بتواجدك معنا. الله يبارك فيك، انا سعيده جدا بيكم. شكرا لك على حضورك. شكرا، جزاكم الله خير. اذكركم مشاهدينا قبل الفاصل بالتواصل معنا ومشاركتنا، لان مشاركتكم هي الداعم لنا، وهذا عبر العناوين الظاهره لكم على الشاشه، سواء من خلال الايميل وايضا الفيسبوك وتويتر من خلال هاشتاغ برنامج الدانة. بعد الفاصل راح نتكلم عن صوغه الحج، خلكم معنا. رجعنا لكم من جديد، وفي فقرتنا الأخيرة بنتكلم عن الصوغة اللي هي هدايا الحج. من المستحيل عودة ضيوف الرحمن لديارهم من دون الهدايا المتنوعة للأقارب والأهل والأصدقاء المعطرة بمشاعر روحانية خاصة. اليوم أنا وضيفتي سلمى النعيمي راح نسترجع ذكرياتنا بخصوص هدايا مكة. أهلا وسهلا فيك سلمى. يا هلا ومرحبا فيكم سلمى. طبعا احنا يعني قاعدين نسترجع ذكرياتنا، فذكرينا أو أنت حاولت تسترجعين إيش أكثر شيء كنت تحبين يعني يهدى لك من هدايا مكة؟ طبعا أنا بتكلم عن مرحلتين، يعني يمكن مرحلة لما نحن كنا صغار وبعدين مرحلة في هذا يعني العمر. أذكر وإحنا صغار لما نسمع أن فيه شخص جاي من الحج، طبعا إحنا كنا صغار نفرح، فكانت هداياهم جدا بسيطة وسهلة، عبارة عن عقد من الخرز. أنت شنو أكثر شيء كان يفرحك أنت؟ أنا كانت صراحة يعني كوني بنت أحب العقد والسلسلة وأحب هالشغلات هذه، وكان في شغلة حلوة بعد كانوا يجيبونها معاهم يسمونها الأول العكاسات، اللي هي كأنها تلفزيون صغير، كاميرا الحمراء. أيوة الكاميرا الحمراء يقمزون عليه، فكانت تتقلب في داخله. صحيح كنا كلنا نحب الصور، فكنا نفرح كثير بهاي الألعاب. طيب سلمى، إحنا طبعا كلامنا عن الصوغة كلام ممتد، وإحنا استطلعنا آراء الناس حوالين هذا الموضوع، خلينا نشوف آراءهم ونرجع نكمل نقاشنا.
الحج قبل كانت تكون من أشياء تتعلق في الدين، يعني أنا يوم كنت صغيرة كان جيبوا لي الكاميرا اللي فيها صور مكة وصور المدينة، تقلبين الصورة تشوفين يعني الحج وكيف كان. أما الحين كانت يعني يجيبون جوالات، يجيبون أشياء يعني ما يمكن ما تفيد الإسلام بشكل كثير، مش نفس قبل. ويعني أنا عن نفسي ما تعجبني المرأة اللي مثلا تكون رايحة بصيغة الحج أنها تروح تقضي نص وقتها أنها تشتري هدايا للأقربة وتنسى السبب الرئيسي اللي هي راحت عشانه، اللي هو أنها تأدي فريضة الحج والعمرة. أغلب الناس يعني أشوف أهلي إن صاروا قبل لا يروحون الحج يشترون من يعني يأخذون من هنا أغراض اللي حق الصوغة ويجهزونهم كل شيء في أكياس، إنه لما يردوا من الحج خلاص كل شيء يكون جاهز. وطبعاً يعني الصوغة ما تقتصر على شيء معين، أوكي ممكن أن التمر وماي زمزم هو اللي يجيبونه من الحج، لكن باقي الأشياء ما يخلون شيء يحطونها في الصوغة بالذات حق الحريم، اللي ياخذك قطع واللي ياخذك شيلة صلاة واللي سجاجيد وأنواع، وبعضهم يحطون الاكسسوارات، بعضهم هالكاميرات مالت مكة، يعني بالذات صوغة الحج صار شيء مبالغ فيه، يعني الواحد يشيل هم صوغة الحج، كفاية دعوات الواحد لما يروح الحج ما له داعي يعني الصوغة. قبل كانت الصوغة بسيطة، كان يعني مصباح وسجادة وماي زمزم ودهن عود عطر خفيف أو شيء شيء. ما أفضل اللي هو التخصيص ميزانية ضخمة للصوغة، لأن الصوغة هي شيء رمزي، فالأمور الدينية يعني مثلا بالسجادة والمسبحة والأمور هذه يعني لها رمزية أحلى يعني من أن أنا أشتري إلكترونيات والأمور هذه. أنا عندي مثلا عمي كل ما يسافر يجيب لي مصباح، مصباح لون، مصباح بشكل، لغاية ما جمعت مجموعة كاملة يعني المصابيح تكون عندي، والكاميرات اللي من زمان من زمان كانت تجيني للحين موجودة عندي، نحتفظ فيها يعني لأنها تذكار عظيم بالشيء اللي يحتوي، بالشيء اللي القيمة اللي أصلا الشخص اللي جابها لك. صارت الصوغة الحين يعني حتى الناس أغلبهم يشترونها قبل ما يسافرون، فيمكن هي صارت عبء على بعض الناس، بس خلاص عادة، وعادة جميلة أنا أشوفها. يعني أول شيء هي تبذير، ثاني شيء يعني الواحد رايح مكة عشان يعبد الله وعشان يدي فريضة الحج، يعني مش عشان يتشرى أو يروح ويضيع وقته. والله الأول يبون لنا مرية ملونة شكل الحجر، يعني حجر الحجر شو اسمه الكريم، وفيه وسطه هني صورة الحج والمدينة، هاي الأول يبونها يعني صراحة. والتلفزيونات الصغيرة اللي فيها صور الحج كلها تقريبا تكون من 9 صور من داخل يعني تلفزيون واحد. سلمى، في فرق بين هدايا الأولاد والبنات بالنسبة لصوغة الحج؟ لا هو ما في فرق يعني كثير، بس طبعا الاكسسوارات مثل المراري والخواتم وهالشغلات ما تهدى للبنين، لكن كانت في الألعاب هي نفسها للبنين وللبنات، وكانوا يجيبون القحافي للأولاد الصغار. سلمى، بالنسبة لاستقبال الحجاج، طبعا تعرفين أن استقبال الحجاج له يعني طريقة خاصة عندنا هنا في قطر، فهل اختلفت هاي الطريقة قديما عن الحين؟ طبعا كثير اختلفت، ويلعب فيها دور كبير هو طريقة الحج. كانت قبل مثل ما قلت لك كثير صعبة، فكانوا الناس بعد رمضان مباشرة يستعدون للحج إلى مكة، فكانت تستغرق رحلتهم تقريبا 2 شهر، فتعتبر يعني رحلة جدا جدا شاقة، يعني روحة 2 وردة 2، يعني رحلة جدا شاقة ما كان فيها أي نوع من التسهيل أو الرفاهية. كانوا طول هالفترة يعني يفترشون الأرض يلتحفون السماء مدة 4 شهور رايحين راجعين. الحين ما شاء الله يعني السفر بالطيارة والمقاولين ما شاء الله مسهلين كل حاجة، تشوفين الأكل أشكال وأنواع، في اهتمام، في مواصلات حتى داخل مكة نفسها. فإحدى الإخباريات كانت تقول لي قبل كان في تقدير كثير للحاج، يعني الشخص اللي جاي من الحاج من الحج عفوا كانوا يحطون لازم يحط فوق بيته علم، كانوا يسمونه قبل نشر، فكان يحط فوق بيته علم على أساس إنه يعرفون الفريج أنه وصل من الحج. فبمجرد ما يعرفون أنه وصل من الحج عندهم تصير دورية اللي هو يعني إكرام هذا والاحتفال بالحاج. فكان يعني
الفريج الواحد يحتفل فيه فيصير فيه دورية. ففي الوقت الحالي يعني أكيد في تطور طبعا صار، يعني حتى لو ما في دورية في نوع من التواصل، وأنا أعتبره بعد الحمد لله يعني نوع يعني يحمد أنه مثلا يودون له الغداء في بيته، أو يودون له العشاء، أو يودون لهم الهدايا، أو يزورونهم، فهذا نوع يعني من التواصل. يعني حتى لو كان تطور فالحمد لله، صح مثل ما قلتي تطور محمود يعني. محمود إيه نعم. طيب بالنسبة حق يعني الميزانيات اللي تهدر بصراحة في الصوغة، يعني أنا أتوقع قبل يمكن كانت فيها بساطة شوي، مثل ما قلتي أعشاب الحاجات بسيطة، بس الحين يمكن شوي أحيانا تلاقين بعض الناس يبالغون في الهدايا. أي نعم، يعني يبالغون في الهدايا، ويعني يثقلون حتى على صاحب الحملة في عملية الشحن، يعني وهي يعني شغلة أنا فعلا يعني عايشتها، فكان هناك يعني عبء كبير على صاحب الحملة من كثر الهدايا اللي كانوا يجيبونها معاهم يعني. فهي أحيانا ما لها داعي، يعني أعتقد أنها ما لها داعي بهالكم، خاصة أنه يعني الأسواق متشابهة يعني، فممكن الشخص اللي يجيب من مكة معاه هدايا ممكن يأخذها حتى من الدوحة، يعني مثل السجاد والمسواك والعطور والأقمشة والهدايا الثانية ممكن يأخذها حتى من الدوحة، فما في داعي يجيبها معاه. أي بس يعني هم تعرفين يمكن يحبون أن الشيء يكون عشان يمكن الهدية تكون أكثر صدقاً، أن تكون من يعني من مكة نفسها. والله عن نفسي أنا إذا بروح العمرة حقيقة أجهز الشغلات من السوق من هني بالضبط نفس هدايا. خلاص أحيانا شو اسمه الناس اللي تهادينهم دروا وأن تجهزينها من الدوحة. ما عندي مشكلة خلي يدرون. لأن شوفي سبحان الله بعد نكهة مكة والأشياء اللي تجي منها، الشيء الوحيد اللي نجيبه معانا طبعا غير هو ماي زمزم، يعني فهو يعني يكسر هاي ماي زمزم عندك يعني التمر، بعد تمر يعني موجودة هني بس يمكن هناك بعد لهم تمر خاصة صح؟ يعني بعض المحلات تحسين أن تمرها ما موجودة عندنا. والله يعني أنا أختلف معك دكتورة في هالموضوع بعد، إذا تعرفين تمور هني أحلى قولي لي. يعني التمور هي نفسها التمور يعني عرفتي؟ في اللي بالمكسرات، في اللي بالعسل، في اللي بالسمسم، ما شاء الله أشكال وأنواع عندنا هني بالدوحة. صحيح. إنزين يعني هل كانت في أثناء الاستقبال، في أثناء استقبال الحاج قديما؟ نعم. نوع أنواع أكلات معينة مثلا أو حلويات في الاحتفال، حلويات معينة يسوونها ولا عادي التقليدية؟ لا هو طبعا عشاء يعني ذباح عندهم أو غدا ذباح في خلال الدورية سواء للنساء أو للرجال، هذا هو المتعارف عليه حسب ما وصلني. يعني سلمى الاحتفال نفسه يتم من البيت نفسه ولا من البيوت المجاورة؟ لا هي الفرحة تكون فرحة الفريج بشكل عام يعني بوصول الحجاج. طبعا فرحة البيت عودة صاحب البيت طبعا تختلف عن فرحة الجار أو فرحة، فالفرحة عامة، أنا أعتقد أنها فرحة عامة في ذاك الوقت. إي بس أنا قصدي يعني الـ 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 الاحتفال نفسه يبدأ من البيت ويشاركونهم يمكن جيرانهم عن طريق النشر العلم. يعني شلون يعني خلاص هم يحطون يعرفون ان هاي البيت في حاجه من الحج، اي فيجون هم يباركون ويجون يهنون بهالامور وبعدين تصير الدوريه عندهم. بالنسبه حق يعني هدايا الاطفال، خلينا نتكلم عن هدايا الاطفال. نعم. الطفل له يعني لازم الهدايا اللي تجي له من مكه يكون لها خصوصيه خاصه، يعني شوف احنا مثلا لو انت الحين نتذكر هاي الكاميرا الحمراء. نعم. مش موجوده الحين الكاميرا الحمراء، ما راقيها انا ما اشوفها. يعني موجودة مثل ما قلتي اللي هو تطور الهدايا، ما عاد يقتنع الطفل بهذه، يعني هاي كانت بالنسبة لنا يعني أيباد في ذاك الوقت يعني، يعني فالعملية يعني حتى الطفل ما عاد يقبل بهاي الشغلات البسيطة يعني. صحيح. بس ما تقترحين أنه مثلا يكون أيضا للطفل شيء خاص بنكهة مميزة من مكة، بدل ما نجيب لهم أشياء يعني على قولتك موجودة هني، أو ما تربطهم بالمكان؟ إحنا نفكر في مسألة الربط بالمكان. يعني هو الجميل إن في العكاسات اللي كانت قبل متواجدة فيها صور عن مكة، السلاسل والإكسسوارات اللي موجودة يجيبونها بعد فيها شغلات صورة مكة، ففي ناس كثير تحب تجيبها. إيش الأشياء اللي شفتيها ولفتت انتباهك الحين حاليا في الوقت اللي إحنا فيه في طريقة استقبال الحاج؟ أو الهدايا اللي تستقبلين يعني ترشينها للحاج لما يجي من الحج،
ايش اكثر شيء مميز شفتي؟ اي طبعا يعني محل تغليف الحلويات وذي لما نتمرين عليهم صار مثل الموسم عندهم، فلما تدشين عندهم تشوفين كل الهدايا وتغليفات الهدايا كلها تشوفينها عباره عن مجسمات الكعبه، مصاحف، مداخن، هالشغلات، فتحسين فعلا انهم مستعدين لضيوف الرحمن على اساس انه يجهزون لهم هاي الصوغه. سلمى، في ناس تقول يعني انا اسمع بعض الناس تقول انه ما له داعي، يعني ما له داعي ان احنا ندخل على الناس بصوغه لان احنا اساسا نروح نتعبد وما عندنا وقت للتسوق، ايش رايك في هالكلام؟ حقيقه يعني الهديه يعني شيء محبب يعني، وانا مع فكره ان الواحد خاصه الحاج يعني فرحه الحاج ووصوله من الحج هاي تختلف يعني عن اي مناسبه ثانيه، فانا ضد فكره ان يعني إن نفكر ان هذا اسراف، لا بالعكس يعني هاي شيء جميل ونوع من التواصل. تعرفين انا بعد اعتقد معك ان انا ايد هالفكره، واعتقد بعد اضافه الى شيء الهديه مش بس حتى تفرح اللي هو منتظرك، الناس اللي منتظرين الحاج، لا هو ترى حتى الحاج نفسه وهو يشتري، انا كثير الاحظهم لاحظيهم في الحج هم يشترون خصوصا الكبار في السن وهم يشترون الهدايا يكونون فرحانين. اي فرحانين لان اللي جايب له الضيف اصلا هو لازم يرجع له هديه الحج يعني في نفس اللحظه وهو في البيت تلقينه مجهز اصلا هدايا للضيوف اللي جايينه. صحيح. سلمى انت يعني سمعتي عن مثلا سمعتي اهازيج تراثيه او اغاني تراثيه خاصه باستقبال الحاج من لا من لا الحج؟ ما عندنا هالامور هذه، احنا اللهم يعني التبريكات العاديه يعني حج مبرور وذنب مغفور وحج مبارك ان شاء الله يعني، بس ما في شيء يعني اهازيج واحتفالات خاصه بالعوده من الحج ما عندنا. طبعا انت تعرفين الصوغه هذه تقليد تراثي، تراثي تحولت الحين الى الهديه مثل ما نقول احنا. يعني الهديه ما فيها حاجه تراث يعني، هي حتى من قبل يعني هي موجوده، الهدايا مو بشرط لمناسبه الحج يعني. انا عارفه سلمى، بس انا مثل ما قلت لك في الحين فكر ينتشر شوي انه ما له داعي يعني، واحنا بالعكس انا وانت وكثير منا يؤيدون لا بالعكس ان ندخل على الناس بالصوغه وتحتفظ باسمها هذه الصوغه، ما نبي نلغيها، لكن احنا شلون ننمي في عيالنا فكرة أنه لا بالعكس لازم لما أنت تسافر تروح حج تروح عمرة تروح حتى أي مكان تدخل على أهلك بالصوغة، كيف ننمي هالفكرة في أولادنا؟ هاي الفكرة أعتقد أنه هو لما يكون في وسط أسرة تقدس هذا الأمر وتهتم فيه وتشوف أنه دائما الهدايا موجودة متبادلة في الأسرة نفسها فهو خلاص يتعود على هذا الشيء. صحيح. وممكن نشارك الشراء يعني، هم إحنا هناك نقول له مثلا اختار حق فلان ولا اختاري حق فلان، يتعود هو انه يشارك اهله شراء الهدايا. صح، وهذا احنا اللي نلاحظه يعني، احنا لما نروح مثلا وعيالنا معانا الا بعد هو يشتري هديه يعني. صحيح. نعم. صحيح. تعرفين بعد سلمى ممكن فكره اخرى يعني، ان او في ناس كذا فعلا نسمع ان في ناس تحب انها تشتري هديه من باب الاجر، يعني مثلا يشتري لك مصحف. نعم. وهالمصحف انت بتقرأين فيه، فهو يلتمس ان الله سبحانه وتعالى مثلا راح ياجره على انه هو اهداك مصحف. يعني الهدايا تختلف يعني خاصه في الحج، يعني معظم الهدايا الخاصه بالحج هي روحانيه اكثر حاجه. صحيح. فتلقين السجاده، تلقين المصحف، تلقين المسباح، ماي زمزم، المسواك، يعني لا قريبه يعني بهاي الاجواء يعني. صحيح. سلمى انت دائما تثرين حلقتنا بكلامك الطيب، وشاكرين انك تواجدت معنا. الله يسلمكم وانا شاكره لكم. اهلا وسهلا. تسعدنا متابعتكم ومشاركتكم لنا عبر العناوين الظاهره لكم على الشاشه سواء بالايميل او الفيسبوك وتويتر، وفي الختام اشكر لكم متابعتكم والتقي بكم الاسبوع المقبل ان شاء الله في نفس الموعد، مع السلامه.